إني أكتب موسيقى لصالون زهرة شغلة صعبة، لأنه صالون زهرة صحيح هو لايت كوميدي، بس في مواقف كتير ايموشنال، في مواقف عميقة، وفي خيط رفيع بيفصل بين الضحك والبكي. في شي هيك؟ يعني ساعات الموسيقى كان لازم تعبر بنفس المشهد عن حالة غضب أو عن حالة ضحك بذات الوقت، عن حالة زعل، كآبة، وهيدي شغلة صعبة كتير إنها تتنفذ موسيقيا. حبيت بسالون زهرة استعمل عناصر تشبه الصورة كمان، وهيدا شي طبيعي أكيد، بس فوتت شوي من الساوند ديزاين، يعني الحالة الإيقاعية الموسيقية الموجودة بهالموسيقى التصويرية. ببعض الأماكن مثلا استعملت صوت المقص، ببعض الأماكن صوت دعسات، وهيدا شي بفتكر أضاف صوت حقيقي للموسيقى ليعبر عن مصداقية المشاهد. بفتكر أنه مسلسل سالون زهرة حالة استثنائية بالعالم العربي، وبتأمل أن الموسيقى توصل لقلوب الناس وتقدر تعبر عن المشاهد وتكون كمان تركي بصمة حلوة.